يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب، وأن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال هذه الندوة القومية الهامة التي تعقدها منظمة العمل العربية وفق توجيهات معالي السيد فايز علي المطيري المدير العام للمنظمة، الذي وجه بتخصيص جملة من الأنشطة والفعاليات لعام 2020 لدعم جهود الدول العربية في التصدي لتأثيرات جائحة فيروس كورونا على قطاع العمل، هذا القطاع الذي تختص وتنفرد به منظمة العمل العربية دون سائر منظمات العمل العربي المشترك، حيث ارتأى معاليه عقد هذه الندوة لتتناول جانبا هاما من الجوانب الحيوية في الاقتصادات الوطنية والتي تأثرت بشدة من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وهو القطاع غير المنظم. واسمحوا لي أن أتعرف بكم وتتعرفون بي، فمعكم مصطفى عبد الستار مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل ومنسقا لهذه الندوة وفريق عملي من الإدارة. وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ أعمال هذه الندوة، ونستهلها بكلمة افتتاحية لمعالي السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والذي حالت ارتباطات عمل مفاجئة دون مشاركته شخصيا أعمال هذه الندوة، وقد كلفت بإلقاء الكلمة الافتتاحية نيابة عن معاليه، فاسمحوا لي بذلك. السيدات والسادة ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، السادة الخبراء الأفاضل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعا أكمل ترحيب، وأن أعرب عن شكري وتقديري للجميع للاهتمام والمشاركة في هذا النشاط الحيوي الهام، والذي يمس جانبا هاما وقطاعا كبيرا من قطاعات العمل المؤثرة في الاقتصادات الوطنية، لا سيما في هذه المرحلة الفاصلة. الحضور الكريم، تعقد منظمة العمل العربية هذه الندوة التفاعلية تحت عنوان تأثيرات تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع غير المنظم، ضمن مجموعة أنشطة وفعاليات تم برمجتها وتنفذها المنظمة من منطلق مسؤولياتها القومية ورؤيتها للمتغيرات المتسارعة لأزمة كورونا وما خلفته من آثار شديدة الوطأة على جميع القطاعات، لا سيما قطاع العمل في الدول العربية. ففي سياق الجهود المتواصلة للتعامل مع تأثيرات الجائحة ومعالجة التوترات في أصناف العمل، فإن المرحلة الحالية تستدعي بذل الجهود وبذل المزيد من الجهود المشتركة وتوجيهها للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة العاتية بأقل الأضرار الممكنة، مع الحفاظ على ركائز الاقتصادات الوطنية بكل أركانها العامة والخاصة وفي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم ومساندة القطاعات المتضررة ومنها القطاع غير المنظم الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا نظرا لحجمه الكبير، والذي يعمل تحت مظلته أكثر من 2.1 مليار شخص على مستوى العالم، بما يمثل 61% من مستوى العمالة في العالم، وما نسبته نحو 65% من مستوى العمالة في الدول العربية، حيث يعتبر هذا القطاع ظاهرة اقتصادية واجتماعية تعاني منها وبدرجات متفاوتة جميع أنواع الاقتصادات في العالم. وقد ساد الاعتقاد بأنه من خلال الربط بين السياسات الاقتصادية وبين الموارد المتاحة للدول سيساهم ذلك بأن تتحول اقتصاديات الدول النامية إلى اقتصاديات أكثر ديناميكية وحركة، تستطيع أن تستوعب العاملين والمنشآت العاملة في القطاع غير المنظم. لكن الواقع وما كشفت عنه الجائحة أثبت عكس ما تم التخطيط له،
حيث لم تتمكن بعض الدول من تطوير سياساتها الاقتصادية بشكل يمكنها من توفير فرص عمل كافية لسكانها، خاصة في المنطقة العربية الذين يتزايدون بسرعة أكبر من معدلات النمو الاقتصادي بها، وهو ما جعل مظاهر القطاع غير المنظم تزداد وتنتشر بصورة أكثر. السيدات والسادة الحضور الكريم، تعقد المنظمة هذه الندوة بمشاركة مجموعة من الخبراء العرب الأفاضل المتخصصين لتتناول بالبحث والتحليل تداعيات هذه الأزمة على هذا القطاع الهام، بالتركيز على رصد وتحليل التأثيرات المرتبطة بتطورات الجائحة ومدى تأثيرها على هذا القطاع من ناحية، والعلاقات الديناميكية المرنة التي تربط أطراف الإنتاج الثلاثة وصناع السياسات ومتخذ القرار من ناحية أخرى. وصولاً عايزين نصل إلى صياغة تصورات ومقترحات لعدد من الحلول للتقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة، والخروج أخيراً يعني والخروج بتوصيات استشرافية لبناء سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة يتم بلورتها لطرح حلول متطورة على المدى البعيد تأخذ في الحسبان معالجة أوجه القصور والضعف المؤسسي الذي كشفته بوضوح جائحة كورونا، لأن كما يعلم الجميع أن جائحة كورونا كشفت عدد من العيوب في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع غير المنظم، والذي آن الأوان لمعالجتها، فهي فرصة بالنسبة لنا جميعا ونحن نعمل في هذا الحق أن نحول هذه نأخذ من هذه الجائحة النواحي الإيجابية ونحولها إلى فرصة كبيرة لجذب ودمج عدد كبير من المنشآت والعاملين في القطاع الغير منظم إلى الاقتصاد المنظم، وحماية ملايين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتناهية الصغر، وبناء قاعدة بيانات تسمح بصياغة مبادرات وبرامج حكومية لتحقيق أهداف اقتصادية تنموية تنموية بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للاقتصادات العربية. وختاما أتمنى لكم ولندوتكم المهمة كل التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تمكن دولنا العربية من مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا حتى التعافي منها بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية. طبعا نشكر معالي المدير العام اللي حاضر معانا بروحه دايما ويسعدني ويشرفني ان انقل تحيات معاليه للجميع